النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ورشة بهدف تعريف أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية على منصة بنك المعلومات العقارية عقاري التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا، وتسليط الضوء على الدور المحتمل للقطاع المالي في الاستفادة من هذه المنصة. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التعريفية التي تنظمها المؤسسة لتعريف المهتمين في القطاع العقاري والمستثمرين بمشروع عقاري، وتركز هذه الورش على عرض مميزات المنصة وكيفية الاستفادة منها في تطوير المشاريع العقارية الكبرى وخلق فرص استثمارية مبنية على قرارات أكثر دقة وأقل مخاطرة. وأضاف سعادته أن المصارف تعد شريكا أساسيا في مسيرة القطاع العقاري، وذلك من خلال إمكانية تمويلها للمشاريع العقارية المختلفة بما في ذلك الوحدات السكنية والمرافق التجارية وغيرها. وتقدم منصة عقاري معلومات شاملة حول الفوائد التي يمكن أن تحققها المصارف في الأبحاث الاستثمارية والاقتصادية. منصة عقاري هي منصة إلكترونية فيها أكثر من 12 جهة حكومية، معلومات حقيقية لايف ومعلومات شفافة. سوف تساعد هذه المعلومات المستثمرين على أخذ القرار الاستثماري الصحيح بناء على أرقام حقيقية من الواقع تعكس بشكل يومي. سوف تسهل القرار الاستثماري للإخوان المستثمرين، الإخوان المطورين، الإخوان المثمنين، والسطاع العقاريين، وجميع من هو مهتم بالقطاع العقاري، حتى الإخوان أصحاب الدراسات اللي يقومون بالدراسات. صراحة منبهر بالمستوى، يعني كمؤسسة عقارية تطلع بهالبرنامج عقاري اللي يعني حدد أشياء كثيرة واللي هي بتفيد وبتسرع كل الإجراءات الحكومية والخاصة. الآن احنا كمؤسسات يعني بنكية بيكون لنا سرعة في تقييم حتى العقارات المرهونة لدينا، وإذا في مشاريع يجونا حق تمويل نعرف المنطقة ونعرف يعني المستقبلية هل هي منطقة يعني حيوية ولا لا. فيعني هذه المنصة صراحة بتكون حق كل القطاعات، كل القطاعات بدون استثناء بتكون هي أساس اتخاذ القرارات فيها. طبعا منصة عقاري منصة شاملة متكاملة، وصراحة يعني نفتخر أن مملكة البحرين قدرت تطور مثل هذه المنصة، وأهميتها خاصة أقول بالنسبة للقطاع الخاص أن القطاع العقاري من القطاعات الكبيرة بالنسبة للناتج المحلي، وكذلك البنوك طبعا هي من القطاعات الأساسية في الناتج المحلي. فلما تتوافر معلومات شفافة ومتكاملة وشاملة هذه يعزز ثقة المساهمين في الاستثمار في القطاع العقاري، وكذلك يسهل على المستهلكين وعلى اللي بيشترون مثلا عقارات ان عندهم معلومات دقيقة، معلومات real time يعني متوافرة بشكل مستمر، يعني يتم تجديدها يوميا. فهذه الأشياء كلها ممكن انها تعزز الثقة في القطاع الاقتصادي بما يتضمن القطاع العقاري والقطاع المصرفي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أوضحت الأستاذة نتالي خالد مسؤول الشؤون الاقتصادية ومنسق مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، أوضحت العلاقة التي تربط بين حماية المستهلك وكل من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك على هامش المشاركة في المنتدى العربي لحماية المستهلك 2024.
حماية المستهلك هو جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. يعني مثل ما نحن بنعرف المستهلك هو مواطن وهو إنسان، ويعني قوانين وسياسات حماية المستهلك مش بس بتحمي المواطن وأيضا بتشتغل على يعني تطوير الاجتماعي وأيضا حمايته من الغش التجاري، وبنشتغل كمان يعني مش بس على الجانب التوعي وأيضا على جانب التصحيح، يعني بيكون في عنده أيضا مجال للشكاوى ومتابعة حقوقه التي ممكن أن تكون يعني معرضة للخطر في حال تعرض للغش التجاري. فنحن يعني حماية المستهلك وقوانين وسياسة حماية المستهلك تصب في يعني قعر التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضا. انطلقت مؤخرا أعمال النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 تحت شعار تمكين النمو، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية بحضور وزير المالية رئيس لجنة تطوير القطاع المالي السعودي محمد بن عبدالله الجدعان. وأكد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين أن المملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية. وأوضح أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية وتصنيفات ائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.